هناك أربع أطراف رعوا الحوار ولكن رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل هو صاحب الفكرة الأولى وهو اللي جاب العباد للحوار في الاتجاه توافقنا مع بعضنا باش عدلنا بعض المسائل وقمنا بهذا الحوار. دونك كان متوقعا. علاش قلت كان متوقع؟ لأنه بالنسبة للسنة الفارطة كنا مرتبين الثانيين. يقيموا اش الوقع يستحق التتويج ما يستحقش. جاء هذا التتويج أول مرة تونس تتحصل على جائزة نوبل للسلام ما تحصلش عليها حتى في ميادين أخرى. إن شاء الله زاد أيضا نراو مبدعين التوانسة يقع تتويجهم بجائزة نوبل للسلام ولكن طالما جات هذه الجائزة إن شاء الله كما قلت جات في وقتها باش تعطينا دفع وتعطينا معنويات أخرى لإدارة حوارات بلادنا محتاجة لها في المرحلة الحالية.